يقول: من كان يعيش في بلد فيه الفسق والمعاصي هل تكون الهجرة واجبة في حقه إذا كان لا يستطيع أن يطبق أمور الدين؟ أي نعم، إذا كان ما يستطيع القيام بالدين والبلد بلد كفر وبلد شرك ولا يستطيع إظهار دينه يهاجر، أما إذا كان بلد توحيد ولكن فيه شيء من المعاصي فهذا لا يوجب الهجرة، لكن يوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظة، وإلا قل أن يخلو مجتمع من المعاصي. حتى في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المجتمع اللي فيه الرسول وجد من يرتكب معاصي ويقام عليه الحد، حد الزنا، حد الخمر، حد السرقة، وجد هذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هناك مجتمع معصوم ما يقع فيه معصية أبدا. نعم.